طيب مشاهدينا، بالعودة إلى حالة الانسداد التي أصبح يشهدها البرلمان منذ أزيد من 15 يوما، وفي آخر التطورات حول هذا الملف كما ذكرنا، فإن مكتب المجلس يتجه لإعلان شعور منصب رئيس الغرفة السفلى. ولمناقشة هذا الموضوع من الناحية القانونية تلتحق بنا على المباشر السيدة نبيلة خالدي المحامية. صباح الخير سيدتي. أهلا، صباح النور. بداية سيدة نبيلة خالدي، أي إجراءات قانونية سوف تتبع إجراء مكتب المجلس الذي يتجه نحو إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني؟ بحسب القانون الداخلي فإنه اتجاه المكتب لإعلان حالة الشغور هو إعلان غير قانوني، لأنه حالات الشغور محددة تماما بموجب نص المادة 10 من النظام الداخلي المعلن على موقع المجلس الشعبي الوطني، اللي حدو على سبيل الحصر هو يقول لك بلي راهو يتم الشغور بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة. وفي هذه الحالة والوقائع السياسية المجرى مؤخرا لم تتوفر أي حالة من حالات الشغور، وكان على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أنهم يتفحصوا جيدا النظام الداخلي الذي تضمن على مادة مهمة ومهمة جدا متعلقة بالأحداث السياسية الأخيرة، ألا وهي المادة 85 التي أعطته الصلاحية بإمكانية تعديل النظام الداخلي بناء على ماذا؟ على لائحة موقعة من طرف 30 نائبا على الأقل أو بطلب من مكتب المجلس. في هذه الحالة يمكن بعد التوقيع على هذه اللائحة وبعد مصادقة الأغلبية من البرلمان أن يتبعوا الخطوات أو النصوص القانونية أو الدستوري منصوص عليها دستورا بموجب الدستور رقم القانون رقم 1601، وهي المادة 132، المادة 182، والمادة خاصة المادة 186 منها، التي تنص على أنه يفصل من الدستور في مطابقة النظام الداخلي هذه السيدة نبيلة خالدي، هذه طبقا للتشريعات والقوانين التي وردت ضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. لكن هناك نقطة أخرى نريد الإشارة إليها فيما يتعلق بقيام سعيد بوحجة بإحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 دون الرجوع لمكتب المجلس. هل من الناحية القانونية يعتبر تجاوز، أم كيف يمكن التعليق خاصة من جانب قانوني بحت على هذا الأمر الذي رفضه كذلك النواب جملة وتفصيلا بالأمس؟ مهما كانت التجاوزات ومهما كانت التصرفات، لا يمكن في أي حال من الأحوال اللجوء إلى هكذا تصرف غير قانوني وغير دستوري أبدا. كل خطوة أو كل تصرف يتصرفه عضو المجلس الشعبي الوطني أو رئيسه لديه حلوله القانونية، وليس بهذه الطريقة التي تعتبر هي طريقة بلطجية، لا سيما أنه شكرا السيدة نبيلة خالدي المحامية على كل هذه التفاصيل التي وفيتينا بها بخصوص الجانب القانوني للمجريات تحت قبة البرلمان.